مشاهدي ومشاهدي قناه تشوف تيفي، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. اليوم معنا وجه مألوف محبوب الجماهير المغربيه، هشام الروك، لاعب سابق لنادي الوداد الرياضي والعديد من الانديه الوطنيه وكذلك اطار وطني. سعيد بتحقيق فريق الوداد الرياضي التاهل الى نهائي عصبه الابطال الافريقيه والموسم الاستثنائي بتحقيقه كذلك تاهل لنصف نهائي كاس العرش والمستويات الطيبه اللي كيقدمها نادي الوداد الرياضي. سي هشام الروك اهلا ومرحبا بك وشكرا على قبول الدعوه. اضافه وهذا نهار كبير باش نكون معكم، نكون مع المتتبعين شوف تيفي اللي في حقها هما الجمهور ديالنا وحنا مخلصين لهم. سي هشام، كيفاش شفتي الموسم الاستثنائي ديال فريق الوداد بتحقيق تاهل نهائي رتبه الابطال الافريقيه وتحقيق كذلك تاهل لنصف نهائي كاس العرش؟ وموسم هو شاق وصعيب التاهل ديال فريق الوداد البيضاوي لا النهائي ديال كاس الابطال ولا في النهائي ديال نصف النهائي ديال كاس العرش. شتي الظروف كيفاش جات، جاو مقابلات اللي هما متزامنين وفي نفس الوقت مباريات اللي هي كبيره، سيرتو النتيجه اللي هضرنا على فريق ديال سان دوز كان درنا النتيجه ديال 0-0 وبين لنا الوجه كبير فريق سان دوز في الدار البيضاء، وبقى واحد التخوف بعض الجماهير الوداديه لان خلى مباراه العوده في امل بسيط قليل من الامل، ولكن هذا ماشي كبير على فريق الوداد البيضاوي لان فريق الوداد البيضاوي فريق بطل، فريق معود مثل هذه المباريات. وانا كنت سبق لي من جميع المنابر اعطيت التكهنات بان فريق الوداد البيضاوي غادي يتاهل لان عنده جميع المقومات وانه فريق بطل، دونك التاهل ديالو كان عن جداره واستحقاق، وكانت ان ماتش لي ريفيرونس بالنسبه للوداد. هذه المباراه من احسن المباريات اللي جرى الوداد البيضاوي. ثاني حاجه جات ان جاتو مع ربع النهائي ديال كاس العرش لان الشهيه تفتحات، وكنعرفوا الوداد ماشي سهل حتى فرق كبير، لانه باش كنقول بلي تيتر اللي عنده ماشي كنقول لاعب غير على حاجه وحده، دونك اللاعبين اللي عنده لاعيبه من طينه اللاعبين الكبار، لاعيبه متمرسين وغالبيه ديالهم دوليين. اذا هذا التاهل واخا قلت لك جا صعيب لان مباراه الشتاء كاس العرش دا صعيبه ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي ماشي بالسهل، ولكن هذا عادي لان مباراه الكاس هي كتكون ما عندهاش المنطق، ولكن تحتار المنطق في هذه المباراه الا وهو فوز الوداد البيضاوي، لانه حتى الظرفيه اللي كدوز فيها فريق الدفاع الحسن الجديدي ماشي ظرفيه اللي هي مزيانه سيرتو او نيفو دو شامبيونا، ولكن كيف كاس العرش كل واحد كيمني النفس انه يدوز، ولكن بقات الغلبه لفريق الوداد البيضاوي اللي يستاهلوا، عنده الاحقيه لانه فريق متقل كما كنقولوا بالنتائج الايجابيه وبلي تروفي، دونك هذا ماشي سهل رغم ان الوداد داز ازمه ديال المدرب. علاش قلت ازمه ديال المدرب؟ هو السؤال ديال السي هشام، نعم يعني سبقتيني ليه صراحه. نعم الكل كيتفاجئ كيفاش فريق الوداد الرياضي دازوا على 4 ديال المدربين وكيقدم مستوى جيد ومازال كينافس على جميع. هذا هو السر ديال فريق الوداد البيضاوي، واخا كيتبدلوا المدربين ولكن المنهجيه ديال فريق الوداد معروفه، لا من المكتب السيره ولا المحبين ديالو، كنسطروا على المحبين وكنذكروا الجماهير اللي في حقها في المستوى الكبير، ولا بنقولوا بالخصوص خصنا نذكروها للالترا ديال وينرز اللي في حقها هما كنهضروا على الجماهير الوداديه كامل، ولكن هذه الالترا لان موحده كتاثر بشكل ايجابي. ما شفناش الشغب، ما شفناش بزاف د الحويجات، وشفنا في الظروف اللي كدوز فيها عسيره بعض المرات فريق الوداد البيضاوي الا وهو كتكون واقف عليها، كتوقفها مع الجماهير ولا الالترا ديال فريق الوداد البيضاوي لا الوينرز. دونك هاد التاهل هذا كان في المستوى رغم كما قلنا التغيير ديال المدربين. صعيب باش تقول لي 4 المدربين تغيروا وتفوز وتبقى نفس الروح الا وكتكون مسطره وكيكونوا السكه بحال كتكون محطوطه مسكه صحيحه، اي واحد يقدر يسوق هذا القطار هذا. دونك انا بهذه المناسبه كنقول الجميع الجماهير المغربيه، حيت المشاركه هذه المغربيه ماشي وداديه مغربيه، انا كلشي تضامن معها، والجماهير اللي ان شاء الله اللي غادي تكون في القاهره تكون كتشجع بطريقه اللي هي حاضر، ونتمنى يمشيو كما قلنا في سان دوز يمشيو بخير ورجعوا للبعثه ديالنا بخير وعلى خير منها الجماهير من اللاعبين والصحافه ديالنا يمشيو بخير وعلى خير، وان شاء الله تما اللي بغيت النتيجه تما. سيرت هذه المباراه مختلف على المباراه ديال سان دوز، لان هذه المباراه ديال الفينال خصها تجيب نتيجه ايجابيه من مصر، ما نتسناوش الدار البيضاء. واخا انا كنعرف الطقوس اللي كدوز الدار البيضاء بالجماهير الكبيره اللي ذكرت عليها وذكرت الالترا ديالها ديال وينرز، ولكن كنهضر على النتيجه خصها تحسم في 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 مصر، وتكون على الاقل نسجلوا حنا الاولين، ولا نديروها معكوسه ان نخليهم يزعموا علينا ويسجلوا علينا، وحنا نتمنى دائما تمنيات. وفريق الوداد البيضاوي يجيب تعادل واللي ما لا انتصار، لان فريق الوداد البيضاوي وخير دليل نعاودوا هذه المباراه ديال الصاوند اللي فاجئوا فيها الجميع، رغم ان المتتبعين ديال المصريين والصحافه المصريه والجماهير الاهلاويه ما كانوش عاطيننا كاع التاهل، ولكن هذا فريق الوداد، فريق الالقاب، فريق المفاجات، فريق المباريات الكبيره. دونك كنتمنى هذا في المباراه ديال العوده اللي غتكون في 11 الشهر ان شاء الله، اللي غادي تكون في المستوى في الدار البيضاء، غتكون مستوى كبير، والكاس يبقى هنايا في الدار البيضاء ان شاء الله، لان هاد البلاد البلاد المغرب والبلاد ديالنا العزيزه والملك ديالنا الحبيب، ان تبقى النشاط والفرح اللي ندوزو به الصيف كله هنا ان شاء الله تعالى. كنعرفوا كذلك ان توالي المباريات على فريق الوداد جاو من جنوب افريقيا، يعني واجهوا الدفاع الحسني الجديدي، يوم الاثنين غادي يواجهوا المغرب تطوان برسم البطوله الوطنيه، وحنا كنعرفوا المنافسه الشديده على البطوله الوطنيه. واش هذه المقابله ما غاديش يكون عندها اليوم تاثير على المقابله ديال اليوم السبت ان شاء الله؟ وانا كنقول هضرنا على الوداد راه كبيره، ودابا الحمد لله لي موان اللي كان دابا ماشي بحال اللي كنا حنا كنلعبوا كره قدم، لي موان دو ريكيبيراسيون. ثاني حاجه اخرى التنافسيه كتكون جميله، وتا المدرب دابا اللي ولا كيدير عمليات ديال التدوير ديال اللاعبين، سيرتو شفنا المقابله ديال الدفاع ديال كاس العرش ضد الدفاع الحسني الجديدي، لاعبين كاع اللي في الليست ديال فريق الوداد البيضاوي الا هو خصو يشارك، لانه راه كيلعب راه تا هو كيلعب في الوداد. دونك انا هاد القضيه ما غتكونش اشكال، لان الحماس بعض المرات كيطغى على الجانب البدني والجانب التكتيكي وجانب هاد المباريات كيكونوا ديال اللاعبين، اذا انا الجانب الاعداد البدني ما غايش يكون فيه مشكل، لان حتى اللاعبين تما عارفين على المستوى ديالو والقيمه ديال المباراه ان خصو يكونوا واجدين. وكنضر من دابا اللاعبين كيخمموا ماشي غير في مباراه ديال تطوان اليوم الاثنين، بل حتى في مباراه ديال الذهاب والاياب ديال الفريق ديال ضد الاهلي. دونك كنتمنى التوفيق ان شاء الله لفريق ديالنا، فريق المغربي، فريق الوداد البيضاوي. هشام، كرساله اخيره توجهها للاعبين ديال فريق الوداد الرياضي باش يفرحوا الجماهير المغربيه بهذه النسخه، باش هذا اللقب يبقى في خزينه الوداد اللي في السنه الثانيه على التوالي. اول حاجه كان الطلب منا انه يلعبوا بنفس الروح اللي لعبوا بها المقابله ديال سان دوز، وثاني حاجه باش تربح المباراه ماشي النهار بنهارو، هو منذ هاد الايام اللي منذ انتهاء ديال المباراه ديال الدفاع الحسني الجديدي كل لاعب حنا كنعرفوا اللعابه الكوريه، كل واحد كيفاش كيتهيا، كاين الطقوس ديالو خاصه، كلش كيعرف اش كيبريبارا وصل داك لو جوغ جي اللي هو مباراه ديال اما ديال تطوان واما ديال فريق ضد الاهلي. اذا هنايا هذا الشان ديال اللاعبين اللي كيكون شي حاجه اونترينمون انفيزيبل، شي حاجه اللي ما كتشافش، تقدر تريني بحصه تدريبيه، ولكن رساله اللاعبين راه كيفهمونا اش كنقول لهم، هو شي حاجه اللي ما كتشافش هما اللي خصهم يتهيئوا لها، وانا كان عندهم علاقه الثقه ديالهم بالمسؤوليه وهما مامنين بالمسؤوليه اللي عليهم، وان شاء الله غادي يكونوا قدره، لانهم لاعبين في المستوى لا في الكرويا ولا الاخلاقيا اللي كنتمنى حنا كل مسانده لهاد اللاعبين. اي من ما شغلناش شكون غادي يلعب، شغلنا في فريق الوداد البيضاوي والفريق المغربي. كنقول اللاعبين مشكورين على المجهودات اللي كديروا، مشكورين على الاداء اللي كتقدموا، ومشكورين على الاستماع من اجل القميص، وهذا تشريف الوداد وتشريف الكره المغربيه. شكرا بزاف سي هشام الروك على تلبيه الدعوه، ومرحبا بك دائما على قناه تشوف تيفي. شكرا، نتمنى كنا في المستوى مع مشاهدي تشوف تيفي.